السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون تداول مؤخرا في الصحف الجزائرية صحافة بودور طبعا معلومات وأخبار تقول أن هناك تقرير استخباراتي ألماني يجي مع الجزائر ضد المغرب، وهذا جاء من في يومين الشروق. تقرير استخباراتي ألماني مع الجزائر ضد المخزن، هذا يدل على أنه ألمانيا خلاص راهي علاقاتها في نقطة الصفر مع المغرب لصالح الجزائر، وراهي متضامنة مع الجزائر. ولكن الشيء اللي حصل أنه الألمان ما بقاوش ساكتين، أردوا. ها هو الرد تاع الألمان. الرد هذا يقول: من سفارة ألمانيا بالرباط في الأيام القليلة الماضية كما في الماضي نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة. هذه المرة كان السبب أخبار مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس، أن السيدة فيرينفيلس ليس لها قطعا أي علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي، فهي خبيرة في الشؤون المغاربية معترف بها، حيث تشتغل في مركز الأبحاث المستقل للعلوم والسياسة. إن الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا في بعض الصحف كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة. المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، من مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة والموسعة تقليديا. ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع للمستقبل على قدم المساواة، كما ترحب الحكومة الاتحادية بشكل جريء بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. واضحة وضوح الشمس في عز النهار، واضحة وضوح الشمس. ما تقدرش درك تجي وتقول باللي راهي خلات شوية. قالك كاذبة، قالك انه ألمانيا ترحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وانه ألمانيا تعتبر المغرب شريك محوري. واش اللي تزيد فوق هاد؟ وعلاش حنا نحوسوا؟ حنا عندنا مشكل مع المغرب، احنا عندنا مشكل مع المغرب، عدو اعتدى علينا، نروحو نشكو به، هذه الاولى. ابي نروحو نضربوه، نروحو نديرو فيه واش نحبو. بصح باش نجيو ندخلو، قال راهو المانيا راهي كدا، والمانيا راهي معانا وضد المغرب. قال لكم روحوا تخلفوا على روحكم، وحناش توصلوا فينا لهذا التبهدايل؟ وعلاش الجزائر محتاجة لهذا الشيء؟ الجزائر ماهيش محتاجة لهذا الشيء. ابي عيب تروح تضرب مع خوك قدام الاجانب، كلوا بعضاكم في الداخل، اما تروحوا تخرجوا عيرانكم عند الخارج وبعد يجي البراني يقول لك نو 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 مانيش معاك، هاك تكذب، راك تكذب، يقول لك هكذا. وعلاش ما تديكم شويه غيره على الجزائر يا ولاد الحرام؟ ما يغيظوا طب الشهداء اللي ماتوا باش الجزائر تكون مفخره، ماشي مسخره. شهداء ماتوا باش الجزائر تكون مفخره لكل جزائري، وليس مسخره عند الاجانب. ما كلاكمش قلبكم شويه؟ ما شبعتوش مهازل؟ ما شبعتوش كفوف؟ ما شبعتوش الضرب على الروس؟ ما شبعتوش اهانه؟ كل اللي يجي يهينكم، كل النيجر وهانتكم، لكي اللي يجي يجي يهينكم، اللي يجي يهينكم. وعلاش وزيد صحافه بودور وهذه تلعب ليها الدور القذر؟ زعما مثقفين، زعما قاريين؟ قريتوا مش قريتوا؟
من المفروض انت قاري يا ولد الحرام، انت راك جامعي ما تسمعش لواحد بوال، واحد عسكري، واحد ما تسمعلوش، ما تسمعش لهذو. اسمع واش يقول لك مخك، الا عندك شي في المخ. وعلاش تبهدلوا بينا قدام الناس؟ وعلاش؟ ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.